ملك كرة القدم كريستيانو رونالدو الشرير، اجعل هذا المكان عشان يقضي عليك يا أحمد البطل. هذا أنا كريستيانو رونالدو الشرير، وهذا هو كوكبي، أنا رح أقضي عليك يا أحمد البطل، يا بطل الأبطال، وأنا رح أحرر كل الأشرار اللي موجودين في سجنك يا أحمد البطل. يلا يلا خليني أتجه على كوكبه عشان أقضي عليه. بوم، اهلا اهلا، انا هو احمد البطل، احمد هيرو، وانا الان موجود في كوكبي، وانا راح اقضي على كل الاشرار اللي بحاولوا انهم يقتلوني او يدمروا الكوكب تبعي او يهربوا. السجناء اللي انا حبستهم في ايدي بداخل كوكبي، انا اللي ما بيعرفني، انا نزلت من عالمي لعالم الكرة الارضية ولعالم الحياة هذه عشان اساعد الابرياء، عشان اقضي على الاشرار. اطلعوا كيف انا نزلت من العالم تبعي، ما كان معي اي اشي، بنيت كوكبي وحبست كل الاشرار اللي بداخل كوكبي مثل ما انت شايفين، مثل جراني ومثل سكريم وفنانيس ومثل هذول الاشرار، كينج كونج، تشاك المعلم الشرير، الجوكر، التنين، مستر لحمة، واحمد الشرير، وسوس الشريرة كمان، كلياتهم انا مسكتهم وحطيتهم في كوكبي عشان تعرفوا ان الاشرار دائما دائما بيخسروا من الطيبين، وانا الان بدي اعبي هذا الكوكب اشرار، راح احط الالاف من السجون عشان احبس كل الاشرار الموجودين في الكرة الارضية في كوكبي انا. هي يا احمد البطل، مشكلة كبيرة. ايه شو اللي صاير، شو اللي صاير، خلينا اروح اشوف المراقب ايش صار معاه. يلا يا ويلي، انا زهقت من هذا السجن، انا هو احمد الكريبر، وهاي هي اللحظة اللي راح اهرب فيها من هذا السجن اللعين الغبي كثير كثير. صنعت بكاكس الكريبر من جلدي انا، من جلد احمد الكريبر، وبدي اكسر، ما بدي اطلع صوت، ما بدي اطلع صوت، يلا خلينا اكسر، بدي اكسر مثل هيك ومثل هيك، يا سلام يا سلام، هاي نطلعت ولا اخيرا، يلا خليني البس الاجنحة تبعت اللي انا صنعتها بداخل السجن، ويلا الان انا بعرف شو بدي اسوي، بدي اطير بدي اهرب من هذا الكوكب اللعين، بدي اهرب من المكان اللي مستحيل احمد البطل يعرفه. يلا بسرعة بسرعة قبل ما يشوفني احمد البطل، يلا يلا خليني اجي من هذا المكان، وبدي اهرب، يا سلام. واخيرا تدمير تدمير. انا هو احمد الكريبر، راح ادمرك يا احمد، انت مفكر حالك بطل خارق، انا شرير مرعب، تفجير. يلا خليني اهرب، بوم، خليني اروح عند المراقب بسرعه بسرعه لانه عنده مشكله، خليني اسوي مثل هيك. تفضل تفضل يا رئيس المراقبين. يا احمد البطل، مشكله كبيره، هاي مشكله كبيره. ايش اللي صاير، بسرعه احكي لي. هي يا احمد البطل، وانا بتطلع على الكاميرات شفت احمد الكريبر معه بكاكس، كسر كسر السجن، وبعديها طلع طلع عنده اجنحه وهرب، هرب من كوكبك. ايش اللي بتحكي فيه انت، معقول هذا الكلام، من اي مخرج هو هرب، هرب من 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 المخرج تبع التمثال تبعك. خلص خليها علي، بدي اروح وبدي اقضي عليه وبدي امسكه. يلا بسرعة بسرعة، خلينا اسوي من هذا المكان مثل هيك، وبعدين بدي انزل مثل هيك. يلا يلا يا احمد البطل، بدك تروح وبدك تتبع هذاك الشرير اللي اسمه احمد الكريبر. يلا يلا خلينا اتبعه، تعال هون يا شرير.
بالتوفيق يا أحمد البطل، يا بطل الأبطال. يا ويلي من شالك الكثير بتصير معاه، بس هو بضل صامد لأنه هو بطل الأبطال أحمد البطل. يلا خليني أروح على غرفة رئيس المراقبين. هي هي يا رئيس المراقبين، تعال شوف في مشكلة كبيرة. إيه خلينا أشوف. يا ويلي شو هذا الكوكب اللي بجوار كوكب أحمد البطل؟ يا ويلي مشاكل 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 في كل لحظة. لازم أنا أحكي لأحمد البطل إنه في كوكب غريب بجوار الكوكب تبعك مشاكل. أوه هي الشرير، تعال لون رح أقضي عليك تدمير، رح أدمرك. مين هذا؟ أحمد البطل وراي. يا ويلي بدي أفجره، بدي أفجك، تعال لون بوم بدي أفجر. يا ويلي هذا إذا فجرني رح يقضي علي، أنا لازم إني أركز كويس كثير كثير. تعال لون خذ لك هاي. آخ يا ويلي قلب واحد فقط، منيح إني ما متش. تعال هون انت، انا رح اقضي عليك. يا ويلي رح ادمرك تدمير. اخ يا ويلي جابني جابني احمد البطل. تعال هون تعال هون. اوه يا ويلي انا مصاب مصاب والله. احمد البطل السهم تبعه قوي جدا جدا. نعم قوي جدا، خذ لك هاي. يا ويلي اخ. يلا انت رح تموت رح تموت. يا ويلي بدي اهرب بدي اهرب باي شكل من الاشكال. وين بدي اروح؟ تعال هون يا شرير، وين بدك تهرب؟ يا ويلي وين اختفى هذا؟ اختفى من وجهي، غريب كثير كثير. خليني اطلع هون، ما في اي احد هون، ما في اي احد. هي هي يا احمد البطل، انا شفته راح من هذا الاتجاه. يا ويلي من وين يعني بده يروح؟ خليني اشوفه هون هون، ما في اي احد. وين احمد الكريبر؟ لما اشوفك راح اقضي عليك. هي يا احمد البطل يا احمد البطل، كوكب غريب قدام الكوكب تبعك، تعال شوف بسرعة بسرعة، مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة. هي شو اللي بتحكي فيه؟ أنا قادم أنا قادم يا رئيس المراقبين. شو اللي صاير شو اللي صاير؟ يا أحمد البطل أنا مش حابب إني أزعجك، بس طلع مين وراك؟ مين وراي؟ مين هذا الكوكب؟ شو هذا الكوكب اللي موجود قدامي؟ كوكب عائلة رونالدو الشرير، هذا مش صح، أكثر لاعب مشهور بالعالم. نعم لكنه شرير وبيقضي على كل الجماهير وبيقضي على كل اللاعبين الطيبين. يا ويلي أنا بصفتي أحمد البطل راح أقضي عليك يا كريستيانو رونالدو الشرير يا جبان. أنا هو كريستيانو رونالدو الشرير. يا أحمد البطل شكلك أنت ما بتعرف القوة تبعتي وما بتعرف إيش في كوكبي. يلا يلا خلينا أسوي مثل هيك، وبدي أفرجيك كوكبي المرعب القوي المليء بالكرات المليئة بالدماء. أنا هو كريستيانو رونالدو الشرير، اطلعوا كيف شكلي مرعب، شكلي خطير، شكلي كثير كثير غريب وعجيب وشرير. اطلعوا كيف انا رح اقضي على احمد البطل، رح اخلي العالم كلياتهم يعرفوا انه كريستيانو رونالدو رح يقضي على احمد البطل، رح يقضي عليه. يا ويلي انا مصاب انا مصاب، مش قادر اتحرك. ايه شو هذا الصوت؟ ايه واخيرا واخيرا لقيت واحد شرير في الكرة الأرضية. مين أنت؟ أنا هو أحمد الكريبر، هربت من كوكب أحمد البطل. أنا مش عارف كيف هربت بصراحة، وهربت منه كمان، ما لقيت غير كوكبك يا كريستيانو الشرير. يا سلام، هينا بدنا نسوي فريق. بس قبل هيك يا أحمد الكريبر لازم أنت تكون تعرف تلعب كرة القدم. إيه يا ويلي طيب بحاول بجرب. طيب يلا هي هذا هو الملعب اللي رح نلعب أنا وياك فيه، وهي المرمى الأول والمرمى الثاني. أنا مثل ما بتعرف عندي كؤوس كثير، الكأس السيلفر والكأس الجولد، أنا قوي في كرة القدم وبالشر كمان. يلا تعال تعال نتحارب نشوف مين الأقوى. يلا ابتدأت المباراة. يا ويلي مش عارف كيف بدي ألعب. يلا مثل هيك ومثل هيك، أنا بدي أحاول أني أسجل الأهداف في المرمى تبعك. يا ويلي يلا يلا
يلا بدي اسجل الاهداف، بدي اسجل الاهداف، انا راح اجيب الجول فيك يا احمد يا كريستيانو رونالدو. في احلامك يا ويلي. يلا خليني بدي اشوف شو بده يسوي هذا. مثل هيك يا ويلي، بدي احملها، بدي احملها شكلي مثل هيك. يلا يلا، اوه هاي جول. عرفت انك غشيت، بس يلا منكون فريق لانه ما عندي اي صديق. انا وياك راح ندمر مين؟ راح ندمر احمد البطل بالتاكيد. رونالدو شرير سي راح يقضي عليك يا احمد البطل. هاي يا رئيس المراقبين، انا بدي الاقي الحل عشان اقضي على عائلة رونالدو الشرير. وكمان شفت احمد الكريبر دخل على كوكب كريستيانو رونالدو الشرير. نعم شفته، الان هم راح يكونوا فريق قوي كتير كتير عشان يقضوا عليك انت يا احمد البطل. في احلامهم هذولا الفشلة يقضوا علي ويقتلوني ويدمروني ويهربوا كل السجناء اللي في كوكبي. نعم بعرف انك قوي يا مراقب، انزل على عملك. يلا بالتوفيق يا احمد البطل، بالتوفيق. يلا شكرا، انا الان بدي الاقي الخطة عشان اروح على كوكبهم هذول الاشرار واقضي عليهم. هي هي يا رونالدو الشرير، شو بدنا نسوي انا وياه؟ كيف بدنا نقضي عليه؟ لازم نسوي خطة عشان نقضي على احمد البطل. لازم انا وياك نستغل القدرات تبعتنا والشر تبعنا للقضاء على احمد البطل، وعشان يعرف العالم ان فريق رونالدو الشرير اقوى فريق في العالم. نعم نعم، يلا عندي خطط اسطورية. انا بدخل من هذا المكان وبدخل من كوكب احمد البطل، وبعديها بدخل عند بنسوي كل اشي. ماشي يلا خلينا نخطط انا وياك. ماشي يلا يلا، ندخل من هذا المكان وبعديها بدنا نقتل هذا، وبعدين ندخل من هذا المكان. انا وجدت خطة رائعة للقضاء على هذول الاغبياء. انا راح اهجم عليهم في هذا البول اسطوري القوي، وراح اطلق عليهم سهوم حارقة عشان اقضي عليهم. هم الاثنين ضدي، انا راح انتصر بكل سهولة. شكلك ما بتعرف مين هو كريستيانو رونالدو الشرير. يا ويلي كيف هيك، كيف هيك، كيف مش قادر النصير؟ انا ما بموت مثل هيك، انا فقط اللي ايش اللي بقتلني هو الفوز علي في كرة القدم. يا ويلي شو اللي جالس انت بتحكي؟ معقول هذا الكلام؟ يلا يلا يا احمد الكريبر، بلشت الخطة، بلشت الخطة. ايه شو قصده هذا؟ وما بقدر اني اطلق عليه النيران طلعه كيف؟ نعم ما بتقدر، انا ما بموت الا اذا اي احد اتحداني في كرة القدم وانتصر علي. مشكلة كبيرة، كيف بدي اقضي عليه؟ يلا ها هي اللحظة الحاسمة، كريستيانو رونالدو الشرير جالس بلهي في احمد البطل، وانا موجود في هذا المكان. بدي ادخل، واخيرا واخيرا راح ادخل على كوكب احمد البطل عشان احرر كل السجناء اللي فيه. راح تهربوا كلياتكم. يلا قبل هيك لازم اني اطلع فوق، اطلع فوق، بدي احرر اول اشي من الاعلى الى الاسفل. يلا يلا كلياتكم، هي هي اشرار خبر رائع، كلياتكو راح تهربوا. يا سلام، افتح لفتو بسرعة بسرعة. يلا يلا راح اضبط الجميع، بس قبل هيك خلينا اسوي مثل هيك، خلينا اجي مثل هيك من هذا المكان من اخر سجن وابلش افتح في السجون مثل هيك ومثل هيك. مرحبا، انت شو جالس بتسوي في هذا المكان؟ مين انتي؟ شكلك نسيت انه في اشي اسمه سوس البطلة. ايه يا ويلي معقول هذا الكلام؟ تعالوا خذي هاي، خذ لك هاي. يلا يا كريستيانو رونالدو الشرير، انا وياك اتفقنا انه اللي بيخسر في هاي المباراة راح يموت، صحيح؟ نعم اللي بيخسر في هاي المباراة راح يموت، لانه انا مستحيل اني اخسر في كرة القدم. الان راح يصير المستحيل 100% مؤكد، متأكد اني راح اقضي عليك يا شرير. في احلامك يا غبي. هو ما بيعرف انه عندي، انا عندي اجنحة وبقدر اطير، اما هو ما بيقدر انه يطير. يلا يلا مستعد للخسارة يا احمد البطل الغبي اللي ما بيعرف يلعب كرة القدم. نعم مستعد عشان اقضي عليه.
عليك واربح عليك في هاي المباراة. يلا اذا 1 2 3 يلا خلينا اسوي مثلك، يلا خلينا احط الكرة هون، مرحبا يلا تعال خذها مني. يا ويل انت بتقدر تطير انا نسيت. يلا لازم اني اسوي مثلك، لازم اني العب كرة القدم كويس كثير كثير. انا هو احمد البطل وبدي اسجل الهدف على الشباك تبعه. يا ويل مش قادر اني اخذها منك، شو بدك تراوغ في انت؟ نعم براوغ فيك لانه انا هو احمد البطل. يا ويلي بدي امسكها في ايدي، انا مش قادر بدي امسكها بايدي، بدي اركض على الملعب الثاني. هي يا غشاش بدك تغش ها؟ يلا يلا لازم اسوي مثلك، بعد بعد انت غشاش. طيب انت بتغش انا بدي اغش. يا ويلي بدي احط على الارض. يلا يلا دوري انا الان، يلا يا كريستيانو الشرير امسكني. يا ويلي انزل انزل يا ويلي انزل بترجاك، ما بدي اموت، اوعك تدخلها في شباك شباك اوعك. يلا يلا خليك واقف خليك واقف. يا ويلي ماشي ماشي بس المهم انك لا تدخلها. شوف شوف انت شايف بترجاك لا بترجاك لا تدخلها، انا حزين بموت بموت اذا دخلتها في الشباك، ما بدي اغش. يلا الان راح تشوفوا كريستيانو رونالدو الشرير بيخسر مني انا. يلا يلا مثل هيك ومثل هيك ومثل هيك. يلا يلا لا 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 لا, لا. اخ راح اموت اخ. الان راح اعالجه وراح اوديه على السجن، واكيد سوسي مسكتك احمد الكريبر. يلا على السجن يا اشرار. هاي هي نهايتكو يا اشرار، انت مكانك الاساسي يا رونالدو الشرير، هذا المكان طلعني طلعني في احلامك. شكرا لك يا سوسي البطلة لانك انقذتيني وساعدتيني والقيت القبض على الشرير اللي اسمه احمد الكريبر اللي موجود في هذا السجن. العفو العفو يا صديقي احمد البطل، هذا الشرير دائما لازم يكون مكانه هذا المكان. بالتأكيد بالتأكيد، وأنا وسوس البطلة أحمد البطل وسوس البطلة في كل مكان.